استاذ محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن، برحب بيك من خلال شبكه تلفزيون الحياه، وبشكرك على مش عارف اقول ايه المباراه الرائعه اللي انت بتقدمها هديه للجمهور المصري من خلال تواجدنا في استاد يعني يعتبر من اعظم الاستادات في العالم، فدي حاجه تحسب ليك، واعتقد ان المباراه بتعني كتير جدا جدا وجودها في الامارات. يعني بص، لا خليني اقول لك عشان انت قلت يعتبر، لا هو الاستاد ده اجمل استاد في العالم 2015 2016 ده هو واخد ده فعلا. وعايز اقول برضو عشان الناس تبقى واخده بالها، في استادات اكبر من كده موجوده في دوله الامارات، وكان في استادات عايزه تاخد الماتش زي استاد الجزيره 42000، احنا الاستاد ده 25000، احنا اخترناه لانه اجمل استاد. عارف انت لما انت عايز تقدم وجبه طيبه جدا فبتشتري اجمل طبق في الدنيا، مش فارق معاك وسعه عامل ازاي، انت بتتكلم انك تعمل حاجه شكلها جميل. الاستاد بصراحه انت متخيل موهبه الاستاد ده شكله زي بالجمهور، يعني ان شاء الله يا رب العالمين يعني باذنك يا رب. يعني كنت لسه بتكلم مع طبعا امين عام للاتحاد الكره الاماراتي وبقول له عن امكانيه استضافه مصر لمباراه السوبر الاماراتي، وانت كنت كاتبها، انا احنا ما اتكلمناش فيها والله ولا كنت هنعرف بالظبط. انا امبارح فتحتهم فيها ان احنا عايزين نستقبل السوبر الاماراتي. عارف السوبر الاماراتي انت بتتكلم في سياحه، بتتكلم في رياضه، بتتكلم في رساله برضو. انا يعني ان شاء الله لما هرجع القاهره هنقدم لهم طلب رسمي لاستضافه السوبر الاماراتي عندنا في مصر في شهر 9، وقال لي في شهر 9 اخبار الجو، فقلت له فلا ان شاء الله باذنك رب هتبقى الدنيا شكلها كويس. استاذ محمد كامل، يعني مش عايزين نحملك فوق طاقتك، يعني طاقتك، هل الاستعدادات الامنيه والاحتياطات الامنيه هي مسؤوليه الشركه الراعيه، ولا خلاص الموضوع بقى في ايد الاتحاد الاماراتي والامن الاماراتي؟ لا طبعا الموضوع من الاول هم اللي ماسكين التنظيم، احنا دافعين ثمن ايجار الملعب بالتنظيم بكل حاجه بالامن. يمكن حتى مش عايز اقول لك ان سعر الامن غالي جدا هنا، بسعر الامن احنا دافعين، احنا كده خلاص دورنا منتهي، احنا بس عندنا تنظيم بروتوكولي، تنظيم جوه الملعب، تنظيم الرعاه بتوعنا، لكن بشكل عام التنظيم الامني لا. وانا بجد انت حتى سالت سؤال وانا جوه، لا مهيب طمنه ان شاء الله اكيد يا رب ان شاء الله. يا جماعه الجمهور عايز كوره، الجمهور مش يعني احنا ليه بنتعامل مع الجمهور بتنشن انه عايز مشكله، الجمهور عايز كوره. لا في ناس بيستمتعوا بيولعوا شماريخ، ده بالنسبه لهم استمتاع. يمكن هنا نوع الاستمتاع ده مش موجود، يعني النوع ده مش موجود من الاستمتاع. يعني وبعدين الكوره في الملعب، انا ممكن اعمل حاجات تانية كتير غير الشماريخ، طبعا انا مش عايز اخش اتطرق للنقطه دي، لكن هنا ما فيش، يعني هنا ممنوع الكلام ده كله ممنوع. لو سؤال داخلي شويه، ايه الهدف من اقامه السوبر في الامارات؟ الهدف انك تعبت، عايز تجدد، تحاول تجدد، بتزق المنظومه كلها، بتزقها لقدام باي طريقه. فمن نوع الزق ان انت بتزقه انك تفكر بره الصندوق، فكر بره الصندوق انك تعمل حاجه جديده. بس اوعى تاخد الدوري المصري بره الصندوق. لا 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 يا فندم، الدوري المصري ان شاء الله هيبقى، يعني اوعى يكون هدفك ان انت عايز تزقه بره الصندوق. لا ما ينفعش. لا لا لا، هو الدوري المصري انت مش سهل يا استاذ محمد ان شاء الله. وتعبت السنه اللي فاتت. ولا تعبنا وهنفرح وبنفرح، يعني ما اعرفش، يعني طبعا الكاميرا علينا احنا، انا عايزك تبص بس تحت الناس عامله ازاي، تبص الناس يعني حاجه جميله مفخره. لا لا لا، الناس جوه شغالين بقالهم 3 ايام، الامن بيستف ورقه، لو شفت عمال في كل مكان، في كل مكان عمال، الناس بيتكلموا في نظافه، الساعه كذا كمان، يقول لك والله الملعب بيترش في دقيقتين و22 ثانيه، فحضرتك هتسال لي كل فرقه ايه الوقت المناسب لرش الملعب، فقال لك لا هترش الملعب بعد الناس الاحتياطي اللي هو التسخين ما يخرج، فلازم تدونا اتنين، يعني موضوع كبير. يعني ان شاء الله مفيش مشكله خالص انك تعمل زي الناس ما بتعمل، يعني تشوف الناس عامله ايه وتعمل، وان شاء الله احنا عندنا في مصر امكانيات اعلى من كده كمان، تقدر تخلينا نقدر نعمل حاجه كويسه يعني ان شاء الله. انا بشكرك، وانت مسؤول دلوقتي يعني مسؤوليه كبيره عن الكره المصريه، حاربت السنه اللي فاتت عشان الدوري يقام، ليك دور، وانا ما بجاملش حد، ليك دور ان الدوري يكمل السنه اللي فاتت، خاصه ان انت والمستشار مرتضى منصور الاثنين شلتوا عبء كبير جدا في تكمله الدوري المصري، لكن بنتمنى ان انت تركز عشان محتاجين ايجابيات مع الفرق المصريه، محتاجين ايجابيات في الاستادات، محتاجين ايجابيات مع منتخبنا الوطني، المفروض تركز معاه، لان احنا شفنا في الامارات معسكر اعتقد هو مهانه للجماهير المصريه، مهانه لاتحاد الكره المصري، مهانه للجميع اذا سكتنا بدون تعليق. مش هتعلق خالص؟ طب كلامي غلط يعني؟ لا كلامك هايل، بس انا على الجزئيه الاخيره انا اسف، يعني تعليق عشان حد محسوب على حاجه يعني؟
لا 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 خالص، انا يعني الموقف الاخير ده احنا طلعنا، احنا عندنا قرار في الشركه. محسوب على حاجه يعني ايه؟ يعني هل الشركه الراعيه مش ليك خمس ماتشات؟ انا ليا خمس ماتشات و دي ما يعني ما تبقاش الماتشات كلها يا سيدي. طب ناخد حتى الخمس ماتشات الاول بس. ما خدتهمش. ما خدناش ولا ماتش لغايه دلوقتي. لا ده موضوع كبير، مش هيستحمل اللقاء ده. اللقاء لطيف ان شاء الله، هنشوف ماتش سوبر حلو مهيب. ويا مهيب والنبي يعني والله انا بكلم الناس بتسال كده على فكره. ما عنديش غرض ولا لف ولا والله لا مش ده كده. احنا يعني هنرجع القاهره ونتكلم في اللي حصل في المعسكر وحاجات كده، بس احنا يمكن مركزين جدا 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 ان الماتش ده يطلع حلو. نفسي الاقي الجماهير مبسوطه شايفه ماتش كويس ان شاء الله يا رب.